نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم بدأت أطوارها عام 1990. تيم بوسكوفسكي هز أولاده ثلاثة ومشى يسكن في مدينة بيتسبورغ ولاية بنسلفانيا الأمريكية على أمل أنه يطوي صفحة الماضي ويبدأ حياة جديدة مع صغيراته. تيم بوسكوفسكي ما كانش هارب من حتى شيء، لكن لكارولين دينار اللي كان يعيش فيها ولات مصدر متاع حزن ونكد بعد ما فقد مرته ومعها خدمته كل ما يملك. تيم كانت عنده مؤسسة صغيرة تصنع السنين لبروتيز دونتير ما بين لكوران ولبريدش، وهذا ما يعرفوهم مليح كان المطيحين. تيم كان يتعامل بالطبيعة مع أطباء الأسنان، كان سنايعي ومعروف ويخدم برشا إتقان. سبعة شهور بعد ما ماتت مرته تيم تعرف على واحدة اسمها ماريان. السعادة هذه ما دامتش، لأنه نهار 7 نوفمبر 1994 يعني عام ونص بعد العرس وبعد نص الليل بشوية، تيم بوسكوفسكي رجل ماريان كلم شرطة النجدة وهو في حالة انهيار تام. ايش بي قالوا له؟ قالوا لهم انه مرته فاقده الوعي تماما في الجاكوزي. الاسعاف خلطت على جناح السرعه وهزوها للاستعجالي، لكن دوب ما خلطت وشافوها الطب اعلنوا على الوفاه نتاعها. في هالمرحلة هذه تيم حكى للشرطة أنه مع 11 متاع الليل قرر هو وماريان مرتو باش يعديو السهرية في الجاكوزي من غير ما يردوا بالهم الأفراد في قعدانهم في الماء السخون اللي درجة الحرارة متاعه تفوت الـ40، والأطباء يقولوا أنه ما يلزمش الواحد يعدي أكثر من 20 دقيقة في وسط الماء السخون، يعني بانو ولا جاكوزي، ومن المستحسن ما يشربش، مش معناها الماء البارد، بالفلاقي ما يسكرش وهو في وسط الجاكوزي ولا البانو، على خاطر ينجم يزلق ورأسه يتضرب على حرف من الحروفات ويفقد الوعي وينجم يموت مغروق. لكن قليل اللي تبع النصايح هذم، وبرشا يستعملوا جاكوزي وكأنه بيسين، يعملوا فيه كل شيء، شرب ولعب وفراح بنواعه، ينساوا رواحهم وساعات يحصل المكروه. وبالنسبة لتيم بوسكوفسكي ومرتو ماريان الليلة هذيك كانت سبيسيال. الكوبل هذا حبوا يعملوا جو على رواحهم، شعلوا شميعات، حذروا الشريبة وغطسوا في الماء وشوية ميوزيك دوس من بعيد. ولهنا وعلى فكرة ماريان كانت تصف بامتياز البيرة الممتازة، وليلتها بالذات شربت 15 كعبة قزاز. رجلها تيم ما كانش عنده صوف المتاحة، وفي وسط القعدة قام الجاكوزي وخرج باش يمشي يعمل دوش باش يفيق شوية. ماريان بقات فك الجاكوزي بعد ما صفت كما قلنا لكم أكثر من شطر كاجو، وبعد 4 ساعة تقريبا من اللي قام تيم رجع للجاكوزي، ووقت اكتشف الجثة متاع مرته في وسط الماء تحريك لا. بطبيعة الحال وين وين معناتها كلم 911. مبدئيا السيناريو اللي عملوه المحققين وقت اللي عاينوا مكان الحادثة افترضوا انه التأثير متاع درجة الحرارة اللي توصل للـ40 كما قلنا مع مفعول الكحول خلاه ماريان تحاول انها تخرج من الجاكوزي كما رجلها تيم، لكن درجة الحرارة اللي في ماء الجاكوزي ما هيش كما متاع بيت البانو،
ثم فارق كبير، وعادة وقت اللي الجسم يتعدى مسخون للبارد الدم يمشي بسرعة للأطراف متاع البدن باش يسخنهم، والإنسان اللي يبدأ شارب ويقف بصفة فجائية تلعب عليه الدوخة وينجم يتيح. هذا هو التفسير الأولاني اللي المفتشين اعطاوه للواقعة هذه. في التطور هذا التحليل متاع الطبيب الشرعي ظهر أنه نسبة الكحول في دم ماريان كانت مرتين قد النسبة المسموح بها في ولاية بنسلفانيا، وما كانش صعيب بالكل باش يستنتج أنه ماريان كانت ألكوليك، معناها مدمنة. وبرشا من عائلتها ومن المحيط متاعها من أصحابها وزملائها كانوا يعرفوا الإدمان هذا، وقد ما حاولوا معها ما نجمتش تبطل. وخلف هذا صار أنه الشرطة وقفتها مرتين وخطاتها من أجل السياقة في حالة سكر. لكن بالنسبة للمحقين ما هيش حكاية مد يدك نحنيلك، الأمور ما هيش بالسهولة هذه، والملف عند الأمريكان ما يتسكرش بسهولة إلا ما يوفى البحث ويرفعوا كل الشكوك على إمكانية أنه الموت متاع ماريان ما هوش حادث أما صار بفعل فعل. وشكون قال اللي ما هوش جريمة؟ الأدلة الكل تشير الحادث صحيح، أما كما يقولوا البحث يجيب. في تواتر هالأحداث وفي القاعة متاع بيت البانو، الشرطة لقات باكو دخان مبلول، صندريي، زوز قبليات شربوا فيهم تيم ومرتو ماريان، وعلى حرف الجاكوزي القاو زوز سيرفيتات مبلولين زادا، والأرجح أنه تيم استعملهم بعد ما خرج من الدوش. لكن أهم حاجة اكتشفوها المحققين هي آلة يستعملوها المنقذين في الإسعافات الأولية وقت اللي واحد يفقد الوعي ويتقطع عليه نفس. الآلة هذه موجودة في برشا ديار أمريكان يخليوها تحت اليد للحالات الطارئة. في التطور هذا من القضية، تيم يقول أنه كي رجع من الدوش ولقى مرتو ماريان فاقد الوعي، أول حاجة عملها هبط للكاف باش يجيبك الآلة اللي قلنا لكم عليها، وفي الأثناء كلم الإسعاف. وحسب روايته للأحداث حاول أنه ينقذ ماريان في انتظار وصول المسعفين. وهالحكاية هذه ما أقنعتش برشا المحققين، كيفاش واحد مرته ماتت أو قريب باش تموت وهو يخليها ويعبط للكاف باش يجيب آلة متاع إنعاش اللي ما تنجم تضيف حتى شيء في حالات صعيبة كما اللي توجد فيها مرته ماريان. واللي زاد أثار شكوك المحققين تخبيشة صغيرة على رقبة تيم، وكي سألوه قالوا له مخبشت روحي من غير ما نشعر. المحققين وقتها طلبوا منه باش ينحي صوريته، وكانت المفاجأة بدنه زادة كان مخبش، وخاصة صدره وظهره، ولقاه زادة خبش على صبعه من صوابه وعلى كتفه، وعنده بلاصة زرقة في ساقه. هاشنوه اتعارك مع قطوسة؟ سألوه شنو هالخباش هذا الكل، تيم معطاهم حتى إجابة، واللي كان شك عند المحققين قريب يولي يقين. وما نسبقوش الأحداث، لهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، احنا في اول القضية اعطيناكم تصويرة مثالية على هالكوبل واكثر من لازم، تصويرة من نوع على بتيت ميزون دون لابريدي. لكن في الحقيقة تيم وماريان صحيح حبوا بعضهم وعلاقتهم كانت متينة، لكن امها وبوها من الاول ما كانوش مطمئنين بالكل، كيف اللي حاجة مقلقتهم، وقلب الام خبيرها كما يقولوا. ام ماريان معطاتش الطوع بالكل نسيبها، وكانت تقول علناً أنها ما عندهاش ثقة فيه. بالنسبة للناس ما لها إلا حماء وصعيب باش تحب رجل بنتها. ولهنا وفي المرحلة هذه المحققين قرروا باش يربشوا في الماضي متاع تيم ومرته الأولى إيلان. والمفاجأة بالنسبة ليهم كانت مدوية، اتصوروا كيفاش وين ماتت مرته الأولى إيلان. ماتت في بيت البانو في وسط البانو مش في جاكوزي، لكن كيف نفس الوقايع. تيم في الوقت ذاك كلم الإسعاف وقال لهم أنه لقى مرتو إيلان فاقد الوعي في الماء وحاول باش ينقذها ما نجمش. وأكيد لهنا راكم تتسألوا كيفاش ماتت مرتو الأولى إيلان،
مبدئيا اتخنقت بحاجة كانت تاكل فيها وغرقت في البانو. الواقعة هذه صارت 4 سنين التالي، والطبيب الشرعي أيد في التقرير متاعو مسألة الاختناق هذه. قال أنه الضحية إيلان كانت تاكل في حاجة شرقت وتخنقت، وذاك هو اللي خليها تغرق. زعم البحث متاع هكا الوقت تعمل فيسع، والتشريح تبلفت كما يصير في عدة حالات حتى في بلدان كما أمريكا. اللي زاد دوخ المحقين أنه تيم بوسكوفسكي حكى وقتها في المحضر اللي عملته الشرطة أنه مرته كانت تشرب بصفة منتظمة، معناها مدمنة كما مرته الثانية ماريان. ونهارتها روحت سيز دوز، هذم هو 18 إذا كان زدنا 6 لل 12. الحاصل إيلان وهي ضاربتها قد خطفت قدمة من الكوجينة وغطست في البانو. ولهنا خلينا نعترفوا أنه هالحكاية هذه توقف المخ كما يقولوا جيل توا. زعم هذا الكل صدفة؟ الراجل ماتوله زوز نساء بنفس الطريقة في بانو، الاثنين غرقوا في الماء والزوز مدمنين على الخمر. هذا حسب أقوال تيم وحسب معطيات الشرطة. هل ترى للدرجة هذه الحادثين عندهم التشابه الكبير وصاروا بصفة عرضية كما تيم يأكد فيه ويعاود للمحقين؟ حاجة كوخر يا لوخر. في المرحلة هذه وقت اللي رجعوا للملف متاع الحادثة الأولى، المفتشين عاودوا اطلعوا على رواية تيم للأحداث في موت مرته الأولى إيلان. حسب أقواله إيلان دخلت البيت البانو وسكرت على روحها بالمفتاح. بنته ساندي اللي عمرها وقتها 6 سنين شهدت اللي هي سمعت مع أبوها حس متاع لدخة قوية وهما قاعدين في الصالون. بوها مشى يجري باش يسعف أمها، عايتلها إيلان إيلان إيلان، ما جاوبتوش. حاول باش يحل الباب ما نجمش. وقتها جاب تورن فيس وخلع الكوبة، وكي دخل لقى مرته في قاع البانو ممدودة على ظهرها ومغمومة بالماء. حاول باش يسعفها وهزها وحطها على السكة متاع باب البلار اللي يعزلوا به البانو على الباقي، اون بورت كوليسونت. وباقي حسب أقواله تيم حاول باش ينزلها على صدرها وكرشها، فماش ما يخرجلها الماء اللي بلعته. وقت اللي فهم أنه الحكاية أخطر من عملية بلعان ماء مش يطلب الإسعاف. الإسعاف خلطت وهزوا إيلان، لكن خلطت ميتة للسبيطار. هذه هي رواية الأحداث متاعو بشهادة بنته. لكن زعم هذا هو اللي صار بالحق؟ الإشكالية لهنا في وقعة موت إيلان مغروقة هي أنه الشرطة وقت اللي جات القاتل البانو فارغ وشايح، ما فيش حتى قطرة ماء. حوايج تيم زادة اللي من المفروض يكونوا مبلولين كانوا شايحين، وحتى السكة متاع الباب كانت شايحة. والحاجة الوحيدة اللي لقاوها هي أثار متاع تقيؤ فومي. تيم فسر هكا التقيؤ نتيجة لعملية الإنقاذ اللي حاول باش يعملها. وهالحادثة هذه كما قلنا صارت عام 90، والسرد متاع الأحداث اللي جاء على لسان تيم ما أقنعش واحدة من فريق المحقين واللي هي شرطية مازال. الصائيين عندهم فيها رأي، لكن صعيب ياسر باش الواحد يغرق وما يلقاوش ما في رواريه. اللهم مات قبل ما يغرق. وفي قضية الحال هذاك هو اللي صار. هالطبيبة الشرعية هذه غريبة الأطوار، تقول ماخذ أجعلها.
ما يزيش حكاية الماء اللي ما ثماش في الرواري والمرأة ماتت مغروقة، الدم ظهر ما فيه حتى نكتة كحول. المرأة لا شربت ولا هم يحزنون، رغم اللي راجلها قال اللي هي روحة تثبت كاليس، وهذا حسب التوانسة المختصين في الخمور والجعة. والمحقين ما قلقهم حتى طرف تضارب أقوال تيم مع تقرير الطبيب الشرعي، وكأنهم هما زادة ماخذين جعالة. فوق من هذا نفس الطبيبة تقول أنه الأثار متاع سكة الباب وحرف البينوار كانوا موجودين في ظهر إيلان، وكأنها تحب تأيد الرواية متاع تيم، وقت اللي نجم يكون عملهم تيم بعد مقتل مرته، وهذه فرضية. الحاصل البحث تقفل على ضوء تقرير الطبيب الشرعي اللي يقول أنه سبب الوفاة ما هوش واضح، وكان من المفروض باش التحقيق يتواصل، لكن الأمور وقفت عند الحد هذا. قضية الموت متاع إيلان مرتيم باش تتحير من الأول ومن جديد بعد موت ماريان مرته الثانية اللي ماتت في نفس الظروف. وقتها رجع شاهد العقل للناس الكل، واعتبروا أنه الصدفة ما هيش الوحيدة اللي لعبت دورها في موت زوز نساء بنفس الطريقة. أما ثم فاعل وراء الحادثة الأولى والثانية، وهالزوز قضايا باش ياخذوا من وقتها من عرج جديد. ابقوا معنا، ما زلنا نواصلوا في قضية اليوم من نهجة ريبينال على EFM أحلى راديو. ديجا كان واصل برشا الحمد لله، وين يجي وقتاش يجي في الوقت اللي دخل راس الجبل، وقتاش يخرج وقتاش كذاك. وقلت لكم معاك تجي ما تجيش خاطر باش يوقفوك. وراحت الكهرباء دخلت في الحيط نتاع القنطره، اللي سائق نتاع الكهرباء فهمتني اليوم معناها عائلته ما يعرفوهش وين مدفون. اللي كانت عندها تاثير كبير ياسر على الفريقي والانصار الفريقي، ما ماتش على البلاصه، مات في طريق سميتها، معناها تختف. علاش تختف واحد نورمال انت كي تهرب بجثه؟ علاش تهرب بها؟ ما هو باش تخبي حاجه، خبي اللي هو تقتل بالرصاص سموه ولا شنو عملوا له؟ شدوا ولد عمود فكرين من الحكايه هذه قريبا. نهج تريبيونال مع محمد السياري على EFM أحلى راديو. نهج تريبيونال على EFM. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم، تيم بوزكوفسكي هو من سكان الكارولين دو نور في الولايات المتحدة الأمريكية. مرته الأولى إيلان غرقت في بيت البانو متاعها. 4 سنين من بعد مرته الثانية ماريان غرقت بنفس الطريقة في جاكوزي في مدينة بيترسبورغ ولاية بنسلفانيا. التشابه ما بين الحادثة الأولى والحادثة الثانية خلاو الشك يحوم حول تيم. زوجات والاثنين ماتوا في ظروف غامضة ومسترابة، وإمكانية أنه أسباب الموت متاعهم هي نتيجة حوادث عرضية ما قنعتش المحقين، والبحث ما عادش مختصر على موت ماريان برك. المحقين رجعوا للظروف اللي غرقت فيها مرته الأولى إيلان، وبرشا أسئلة ولات مطروحة على المكلفين بالبحث. في المرحلة هذه الطبيب الشرعي استوعب الدرس متاع زميلته، وما استهانش بالتشريح متاع الجثة، أعطاه ما عنده واللي قراه الكل حطه باش ما يخلي حتى جزئيا. مبدئيا ماريان تعرضت للتعنيف، القاع للجثة متاعها ما أقلش من 53 بلاصة زرقاء، وآثار متاع نزيف دموي في محيط العضلات متاع رقبتها، لي ميسكلو روباريي، معناها كأنه حد نزللها على الشريان السيباتي لا كاروتيد باش يمنع الدم الوصول للدماغ
ويخلق تباطؤ في ضقان القلب واختلال في التوازن متاعهم، وتتسمى أريتمي كاردياك. ووقت اللي القلب يقف الرواري زادا يقفوا بتأثير الاختناق، وهذا هو اللي صار حسب الطبيب الشرعي. ماريان اتخنقت والجاني بقى نازل على رقبتها وهي تفارع حتى لين ماتت، وهذا يفسر من شيرة البلايس الزرق ومن شيرة أخرى التخبيش اللي كان على بدنتين. الطبيب الشرعي زاد أكد حاجة ما تخلي حتى مجال للشك، ماريان ماتت خنقا، وحتى الآخر لحظة بقات تدافع على روحها، لكن الحالة اللي كانت عليها والنسبة الكبيرة متاع الكحول في دمها منعوها باش تواجه رجلها تيم كما يلزم، أو على الأقل ما تستسلملوش بسهولة. الطبيب الشرعي يقول أنه في الظروف العادية مع شخص ماهوش في حالة سكر الموت إثر الخنق يصير 6 دقائق بعد الضغط اللي يتمارس بقوة وبشكل مستمر على الكاروتيد. ولهنا تيم مش خنقها برك، بقى شدلها يدها ونزل عليها بقوة خلالها بلاصة زرقة، وممكن ياسر غطسلها راسها تحت الماء وقعد شددها حتى لين ماتت. بشيوهم من بعد المحققين اللي هي غرقت. في هالمرحلة هذه والمهم في حديثنا أنه نتيجة التشريح تقول بالحرف الواحد اللي الموت ماهوش نتيجة الغرق أما نتيجة الخنق، وبالتالي الحادثة اللي تيم يحب يظهر أنها عرضية طالعت جريمة قتل كاملة الشروط والأركان، والمتهم فيها هو تيم بوسكوفسكي نفسه، وما عاد عنده حتى إمكانية باش يتهرب بها من المسؤولية، خاصة وأنه المحققين عاودوا جبدوا تشريح الجثة متاع مرتولو لإيلان وبداوا يفليوا في الشهادات الموجودة في المحاضر متاع كالوقت. والسؤال اللي يتطرح في قضية أو في قضايا كمن هذه، شنو هو اللي يخلي راجل يقتل مرته الأولى ومرته الثانية بنفس الطريقة وفي نفس المكان، وما بين الجريمة الأولى والثانية 4 سنين، والتشابه في الزوج جرائم ما يقفش عند الطريقة اللي استعملها الجاني. إيلان وماريان كانوا زادا يشبهوا لبعضهم في عدة أشياء، وكأنه تيم اختار ماريان على خاطرها نسخة مطابقة للأصل من مرته الأولى. لهنا أكيد راكم تتسائلوا وتقولوا كيفاش نسخة مطابقة للأصل. أول حاجة ملفتة للانتباه أنهم كانوا تقريبا فرد عمر وبيناتهم شبه كبير، تقول أخوات، أحجامتهم نفس الأحجامة وناقصين نظر برشا، وكل واحدة منهم تلبس مرايات قاعدة بوزة كما نقولوا تريبل فوي. القاسم المشترك الآخر اللي ما بيناتهم هو التدين الكبير اللي كانوا عليه. الزوز يمشيوا للكنيسة بانتظام لإجليس كاثوليك، وعندهم حرص كبير على تربية صغارهم حسب مبادئ الديانة المسيحية، وفي نفس الوقت ما كانوش متزمتين، يحبوا الدنيا وما يحرموش رواحهم من الخرجات والسهريات والفواياجات. لكن السؤال لهنا، شنو اللي يخلي راجل يدور عن نساء اللي خذيهم لدرجة أنه يخطط للقتل متاعهم وبنفس الطريقة بفارق زمني متاع 4 سنين؟ شنو الدافع زعمه للموبيل؟ في التطور هذا من القضية احنا سبق وقلنا لكم أنه حسب أم وبو ماريان الأمور كانت ماهيش ولا بد ما بين تيم ومرتو. عائلة ماريان يقولوا أنهم كانوا يتعاركوا برشا، وربما إدمان ماريان على الكحول نتيجة للخلافات الزوجية اللي كانت بيناتهم، لكن هذا ما يفسرش إقدام زوج على قتلان زوجته. وثم شكون زاد في محيطهم المباشر يقول اللي كانوا يتعاركوا بالأساس على خاطر الأولاد، وهذا ما هوش دافع للقتل زاده. ولو كان جاء كل بو يقتل مرته على خاطر الصغار راهي البشرية الكل هيتام. لكن النقطة اللي قعدت معلقة ومحيرة المحققين هو علاش، اشنو الدافع؟
في هالمرحلة هذه بوادر الإجابة جات من عائلة ماريان وأصحابها القراب. الكلهم قالوا لي هي كانت على استعداد باش تطلب طلاق وتقص علاقتها مرة واحدة مع تيم وتمشي على روحها. وفي أقوالهم قالوا لي تيم اقترح عليها باش يعملوا كروازير ثماش من الأمور تهدى وتركح. وفعلا امشوا وقعدوا مديدة في البحر وفي بالهم اللي الأمور تنجم تتصلح. لكن تيم هو اللي كان شادد صحيح، أما ماريان فقدت الأمل وما عادش تحب تعيش معاه. مشيت معاه في الكروازيير هذيك ما خذت خاطر أكثر من أي حاجة، لكن حبت تقنعه اللي العشرة بيناتهم وفات وزايد يواصلوا مع بعضهم في العرك وفك يدي من شوشتك. هذا هو اللي حكاوه الأقارب متاعها، لكن حتى حد ما ينجم يعطي الرواية صحيحة معناها شنو اللي صار في هكا الكروازيير هذيك في البحر. وما ثم كان ماريان وإلا تيمي نجموا يجاوبوا على السؤال هذا، لكن ماريان ماتت والظاهر هو اللي قتلها. واللي نجم زاد يكون دافع للقتلان متاع ماريان هي بوليسة التأمين لاسيورانس في اللي عملها تيم، واللي في حالة وفاتها يقبض 75,000 أورو، يعني فوق 300 مليون من فلوسنا. المبلغ هذا ماهوش بالأهمية اللي يخلي الواحد يقتل عليه مرته، خاصة وأنه تيم صاحب صنعة بروتيزيست والشركة الأولى متاعه جابت له بارشة فلوس. وإذا كان الدافع هي مسألة التأمين على الحياة، علاش ما عملش وحدة لمرته الأولى إيلان وهكاك على الأقل تبرر الجريمة الأولى والثانية؟ فيها التطور هذا، وبما أنه التشابه في كل الجوانب ما بين إيلان وماريان اللي كانوا كيف كيف وعندهم نفس الخلافات مع تيم وماتوا زادة كيف كيف، المحققين حبوا يعرفوا يالاندرا إيلان هي كانت تحب تنفصل عليه وإلا لا. ولهنا باش يتفاجئوا اللي استجوبوهم الكل قالوا اللي الحياة بيناتهم ولات شبه مستحيلة، كانوا يتعاركوا باستمرار وهكا صغيرات بيناتهم. وإيلان كيما ماريان قالت لأصحابها وللمقربين منها اللي هي باش تطلب الطلاق وتهز صغارها معاها وتخليه وحده. الحديث هذا ما جاش على لسان عائلة إيلان برك، حتى الجيران قالوه زادة. واللي يربط ما بين الحالة اللي قالت عليها العلاقة الزوجية الأولى والثانية وتصميم الزوز نساء على الطلاق وخاصة إيلان اللي كانت باش تهز له الصغار، يحصل الدافع في أنه تيم رفض الانفصال على إيلان ورفض الانفصال على ماريان. وهالرفض هذا وخوفه من الطلاق هو أولا خايف لأولاده يتفكوله وخليه في كل مرة يخطط باش يقتل مرته. هذا هو اللي وصلوا له المحققين واعتبروه هو الدافع للزوج جرائم. في المرحلة هذه المحققين عاودوا استجوبوا ساندي بنتين اللي ولا عمرها 10 سنين وعندها أكثر إدراك للأمور، استجوبوها باش يعرفوا كيفاش تيم قتل إيلان. ساندي قالت اللي أمها روحت للدار وما كانتش في حالة سكر كما قال بوها، على الأقل هي ما لاحظت حتى شيء يدل أنها مخمورة. تقول أنها دخلت طول البيت البانو وبوها خلطت عليها ودز الباب بقوة وسمعتهم يتعاركوا وربما يتفارعوا. ساندي زادت فسرت للمحققين اللي أمها وبوها عندهم مدة ما يتكلموش وكل ما يتواجدوا مع بعضهم في الدار يأكلوا بعضهم ماكلة وساعات تركح فيها اليدين. نهارتها ساندي ما تحركتش من بلاصتها، خافت لأن أبوها كان يصيح عليها في كل مرة تقرب منهم وهما يتعاركوا. لكن المسكينة ما كانتش تعرف شنو اللي صار بالضبط، وهذايا شريط الأحداث. في بيت البانو تيم دز إيلان بقوة وسكر الباب، هي بقات تتفارع معاها على أساس تحب تخرج وتهرب منه، لكن تيم اخنقها بيديه الزوز. وبطبيعة الحال بك القوة اللي عنده قعد نازل عليها حتى لين فارقت الحياة. وقتها صلبها على راسها وقعد يضرب فيها على كرشها باش يخرج لها اللي شربته وكلاته، هاوكا زعمة قيات قبل ما تغرق في الماء. من بعد حتى بالعاني على السكة متاع البورت كوليسانت باش تقعد الأمارة في ظهرها، وخرج من بيت البانو وجبد الباب.
وهالخرجة وتسكيرة باب البانو أعملها كالمسرحية بشيهم بنته أنه العركة وفات والأمور تصلحت وأمها بقات تعمل في بانو. بقيت المسرحية صارت بعد نصيف ساعة وقت اللي عمل روحه تحير عليها كيفاش مازالت ما خرجتش من بيت البانو. اخلع الباب على أساس أنه مسكر من داخل وهو محلول بطبيعته، ومن بعد اتلب النجدة وعمل روحه داخل بعضه وتفاجأ بالجثة متاع مرته وسط البانو. ساندي بنته وقتها تابعت العملية بكل ومشى في بالها اللي أمها غرقت في البانو. ولهنا ما نعودوش نحكي لكم على تقرير الطبيب الشرعي وعلى الحالة اللي كانت عليها بيت البانو. هالمسرحية متاع تيم ما المفروض ما كانت تجد على حد. لهنا نفس الشيء بالنسبة لماريان مرته الثانية اللي تيم قال أنه بعد ما خنقها قعد حط لها راسها تحت الماء ونازل بالزوز سيرفيتات المبلولين اللي لقاهم الحاكم. قال زاد أنه ماريان ما كانت عندها حتى قوة باش تواجهه، وفي سعم المسكينة تقطع عليها نفس وماتت. في نهاية قضية مقتل إيلان تيم تحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهو مازال ما ردش نفسه في الحبس وخلط عليه الحكم الثاني في مقتل مرته الثانية ماريان. الحكم كان بالأعدام، وهكاك تيم ماهوش بش يتعلم.